السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة وأمسية سعيدة على الجميع. أعتذرني تأخرت على الجمهور بالستوريهات، ولكن عدنا والعود أحمد. ستوري اليوم راح يكون للجميع وليس للمنتسبين، وراح يكون عن موضوع كان ساخن في اليومين الماضية عن مشاركة الغير سعوديين في الفورمولا 1 اللي كان في جدة، حدث عالمي ضخم وكبير جدا، وقنوات سعودية والمذيعين ما هم سعوديين ولبنانيين، ومو بس لبنانيين ويتكلمون باللهجة اللبنانية المحلية. الناس كثير زعلوا وقالوا ما في سعوديين. أنا قلت أنا مع أنك تحط اللبنانيين هذولي، يمكن كانت ملاحظتي على اللهجة المحلية. ليه؟ وقبل ما تروح أفكارك يمين ويسار وفوق وتحت، أكيد أني مع سعوديين، أنا سعودي وخليجي، وأكيد أني يهمني أن يكون في مشاركات سعودية أو على الأقل خليجية في أحداث زي حدث الفورمولا 1. وكان فيه انتقاد مني كان شديد جدا على إيفنت سوته البورشة في الإمارات، وكان المنظمين كلهم لبنانيين، ولكن هذا الحدث لا يقارن في الفورمولا 1. هذا ربعنا منا وفينا، تجمع ملاك البورش في دبي، ودنا أن نكون حنا كخليجيين نشارك في الموضوع هذا ومن هالأمور. ولكن حدث عالمي بمستوى الفورمولا 1 وتبغى تجيب سلاحف النينجا يغطون وهلب الغالين والله ياهو موتر وقيمة الضريبة، ليه؟ فمجموعة الشباب والبنات اللي تارسين السوشيال ميديا وكل يوم في سيارة وفي سيارتين، اليوم في كيا، نهاية اليوم تلقى راكب رولز رويس بسبت والله ان الوكيل ان ضبط اموره مع الوكيل وعطاه وانبسط واستانس وشرح لك مواصفات السيارة وعطاك سلك بيض والله كذا والله كذا. فالإعلام شيء والطقطقة في السوشيال ميديا شيء آخر. لما نتكلم على حدث الفورمولا 1، أنت تبغى واحد يفهم وش الفورمولا 1، وش السباقات، وش عالم الفورمولا 1، مو يقعد يطالع لي في هذه كفرات بكم وهذه صيانتها بكم وكم تكلف وفلان صار فيه وفلان ما صار فيه وثمز اب. لا، هذا حدث عالمي يبغى ناس احترافية. وعلشان بس تفهم إلى أي مدى حدث الفورمولا 1 أنه مو بهين، ما في شخصية عربية مشاركة في الفورمولا 1 كفريق سباق أو حتى سائق عربي. فموضوع الفورمولا 1 أكبر يعني من أي حدث ممكن يخطر في بالك في العالم، يعني ينافس كرة القدم بشكل كبير، ميزانياتها ضخمة جداً، وداخل فيه سياسة بشكل لا يمكن تتخيلونه. المسألة ما هي مسألة فلوس، ما في أغلى من الخليجيين، بس ومع ذلك ما قدروا يوصلون الفورمولا 1 لأن في سياسة هي اللي تتحكم في الفورمولا 1. فإنك تجيب سلاحف نينجا يعرف أنه يطعس ويعرف أنه يفحط ومتلثم ويقول لك هذه الضريبة، تبغى يغطي حدث عالمي؟ لا والله خله صحيح. الزبدة وش تبغى يا يوسف القحطاني؟ أبغى القنوات الموقرة يأخذون شباب وهم صغار ويدخلون أكاديميات رياضية في جميع التخصصات، مثل ما فيه مذيعين في كرة القدم، مع أني متحفظ جدا على المذيعين السعوديين بشكل خاص، نشوف المبدعين في المعلقين حقين كرة القدم أغلبهم مهم سعوديين ولا هم خليجيين برا شوي. فنبغى القنوات الموقرة هذه تستثمر في الشباب السعودي الصاعد، بحيث أنه يجهزون لنا يفهم وش رياضة السيارات، وش الفورمولا 1، وش الكب والجي تي 3 والرالي وغيرها من الأمور. هذا نشتغل فيه اليوم عشان نحصده بعد 5 سنين فما الله.